الثيرمال ديفيوجن تكنولوجي حاليا بدينا نشوفها نحن في البن حاليا، اجهزة الهايفو الجديدة ومن ضمنها الافتيرة مش المستطيل لا البن، وهذا راح يفيدنا خصوصا في مناطق حساسة مثل حول العين، هاي اللي فيها الثيرمال دايناميك تكنولوجي اللي هي مهمة جدا للسيفتي حق المريض وانه تعطيها النتائج الصحيحة. حاليا الاجهزة الجديدة مثل الافتيرة مش الا الكارتلج اللي هو العادي اللي هو المستطيل اللي هو صعب ان نحطه حول مناطق معينه في الجسم، لا نحن نستخدم هذا البن. البن انا هذا رائع جدا وتقدم رائع في التكنولوجيا مال الهايفو، لان نحن بدينا نستخدمه حتى في الليفتنج لبعض الاشياء مثل رفع الحاجب، نحن نستخدم هذا البن بضربات معينه بدبث معين ان نرفع حتى الحاجب، وانا تفاجات ان النتيجه قد تكون immediate، ويفترض ان النتيجه تكون بعد 3 شهور، هذا هو اللي نحن نعرفه عن الهايفو، ولكن مع ظهور هذا البن لا كانت النتائج في بعض المرضى immediate or within few days.